السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في الحلقة الثانية من كافيه سيميليتر 2. مثل ما انتم شايفين يا اخوان مبسطين هنا وجالسين نتقهوة في الأرضية، والمنظر الجميل صراحة أبدعوا في تصميم الصالة هذه. وبسم الله خلنا نروح للدوام. وبسم الله يا صباح خير، شو الناس رياضيين يا اخوان، شو الناس رياضيين هناك. الله من وين الطرب هذا كله يا طيب؟ وطي الصوت شوي. وهذه 24 ساعة ستريم. انا محلي مكان هنا بسم الله، ولا داخل ايه. صباحك بالخير يا ترامب، شوفوا التواضع يا اخوان. خلنا اخذ لنا شو اسمه برتقالة على الصبح. يا ساتر ايش الفواكه المنتهية هذه كلها. يا لطيف يا لطيف، ويا الله على بابك يا كريم. شغل الكهرباء، كهرباء الهم هذه. الإضاءة ليه ما اشتغلت؟ ولا تشتغل في الليل؟ تشتغل في الليل الظاهر. بس طيب كم الفلوس اللي معي؟ 349 دولار يا اخوان. 349 ايش اسوي فيها هذه؟ افتح المحل بسرعة. اظن المادي جدا تعبان والله. اوه في فواتير بعد. يلا حدثني حدثني عن الفواتير. اوكي الحمد لله ما في فاتورة للحين، توه ثاني يوم. يا اخي ايش رايكم نجرب العملات الرقمية هذه؟ لعل وعسى يا اخي، لعل وعسى. هلا هلا دقيقة قبل ان اتأخر عليه. سريع سريع بسرعة اكسبت. ايش رايكم نشتري شيء من ما في الا هذا السهم؟ ابروف حبيبي، ما في اي شيء من الاسهم هذه. دقيقة لو نشتري خمسة مثلا كلب. ما في 0.5 غالي غالي يعني. اقل سهم نشتريه ب 1700. ما ينفع ما ينفع هذا، بعدين بعدين. طيب عندنا الفروت سلوت برضو، هذه مراهنة. احنا طبعا حرام يعني السواليف هذه، بس بنجرب يعني كلها لعبة يعني. دقيقة دقيقة دقيقة، هذا جاي يعطيني فلوس. هلا هلا غالي، الله يعطيك العافية. لا 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 تكمل يا حبيبي. 55 الله يعطيك العافية تسلم. طيب يا اخوان لازم نشوف لنا حل صراحة مع الفلوس. 400 الراهن ب 30، شو رايكم؟ كم ماكسيمم؟ ماكسيمم 100. هلا 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 دقيقة دقيقة دقيقة، لا نتأخر عليه هذا. اوكي والله عجبتني حركة الصفحات انها تصغر وتكبر. اوتو سبن، ايش اوتو سبن هذا؟ لا يا حبيبي مرة واحدة انا بنلعب بس. 30 دولار بسم الله. حلو حلو حلو، جالسين نفوز يا جماعة. حلو حلو، وصلني 1000 تكفى بس. 7.5 هذا ما دفع ايش اللي صاير يا اخوان؟ ايش اللي صاير يا اخوان؟ ايش الصوت هذا؟ يا الله يا كريم، وش اللي صاير؟ لا 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 لا، تكفى ما تروح فلوس يا حبيبي. انطفي انطفي. ياهو معنا 300 دولار كلها بس. هذا العقاب يا عزيز المشاهد، جالسين نقامر هناك ونلعب بالفلوس. هذا احترق الحلال، هذا احترق الحلال. بس والله يا شباب صراحة يعني على السريع كذا فلوس، خلنا نوصلها 1000. شوف 451 يا حبيبي، فلوس يا طيب فلوس. والله ما تسوى صح انه جلس شوية. لا 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 خلاص خلاص خلاص، ما نبى فلوس، خلاص ما نبى فلوس، ما نبى فلوس. 10 دولار ما نبى فلوس. طيب لو سمحت يعني. اوكي طيب اخوان، انا ودي صراحة اشوف موضوع القمار. يا ليل ام الشغلة، شغلتوني ترى. اوكي استغفر الله العظيم، متوب اليه. الواحد ما يعرف يغامر،
خلنا نحط $50. يا الله ها راحت فلوسنا صح. خلها 20 30 30 300 فلوس 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 والله يا اخوان معليش يعطيك العافية حياك معليش يعني الوضع صراحة ما اقدر اشتري شيء. لو تطفي الكهرباء وتلوموني يا غامر خلاص ومستمخة معي استغفر الله العظيم واتوب الاحلام. هذا الحرام هذا بيدمرني هذا شكله بيدمر ام السلسلة لكن يلا نبيك ترفع الصوت بعد والله طرب 295 الله يستر. انا وصلت 600 ولا حلو 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 تنفري سبن يعني ما بياخذ مني اي شيء جميل. 500 245 يا زين المغامرة يا شباب 30 تكفى وصلني 1000 بس مش فاضيلك انت مش فاضيلك اصبر تكفى $7 يا اخي مش فاضيلك يا رب ما تنطفي اللعبة. ايوه دقيقة دقيقة لازم تركز في اكثر من مصدر للدخل فهمت علي ملتي تاسكين كذا. 135 بلوشي فور باقي 4 مجانية 820 والله وصلنا 1000 والله يا زين المغامرة يا شباب باقي مرتين مجانا 66 15 والله بلوشي كمل كمل يا طيب والمجاني خلص ولا انا طفيت اللعبة ولا ايش سويت انا. اي والله الحين جالس ادفع 3 دقيقة يا اخوان وداف هذا راعي السي فور يجي يفجر المحل. اي والله اللي شفناه في الحلقة الماضية يا اخوان معاه سي فور ويجي يفجر الله يخرب بيتك. انا احسبها لعبة بس كذا مركبها. طيب ايش في لمحلي عشان تفجره يا ليل اجلس رتب هذا كله. تخيلوا لو عندي 20 كمبيوتر انه العيد انه العيد يا اخي اقسم بالله ما يخلون الواحد مستمتع. ليه ما اخلي الطاولة مقابلة عشان اشوف سرابيت هذا الوش يلعبون منها نستفيد. نحط الكرسي هذا خلنا بنحط الكرسي هذا الثاني جنبه كذا قطية واحد يلعب وثاني يتابع عرفت. والله 900 يا اخوان من 200 الى 900 اقسم بالله الوضع عاجبني انا. عطها 50 يا طيب نجيب الالف نجيبها ان شاء الله. $12 ابغى يعطيني لفات مجانية يا اخي. الله اكبر 10 لفات مجانية والله ما ادري كيف اللعبة هذه. الله ام الكهرباء ربي شغالة باقي 5 لفات بس. 1790 ايش هذا 90000 على بالي والله كان بديني جلطة والله 90000 تخيل 90000 اروح اختم ام اللعبة يا اخي هذا الرقم خوفني والله. خلص بس في الفري سبن حصلت 1000 تقريبا مرة ثانية. هالمرة بندخل بالمية يا اخوان هالمرة بندخل بالمية بنفجر ام الدنيا بنوصل 5000 ان شاء الله. هذا ايش سرق لا حول الله بالله العظيم. وهذه ما دفعت بعد. 2 في 1 دولار واحد يا الله. سارق كرسي صح سارق كرسي صح سارق كرسي صح سارق كرسي صح لا حول ولا قوة بالله. نرجع الى البزنس يا اخوان 1693 نعطيها سبن 1500 خسارة وعوضناها رجعنا 1600 1668 1500 يعني مش ناوي تجينا 2000 ولا كيف الوضع. ابى ارجع ال1000 بس ابى ارجع ال 15 فري سبن لا 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 اقدر ازيد لا ما اقدر ازيد. دقيقه خلونا نعدل الجلسه هنا. دخلنا 3000 يا اخوان دخلنا 3000 يا اخوان
دخلنا 3000 يا اخوان، فجرنا الدنيا. كم اغلى بي سي كان؟ لا لسه ما وصلت للمرحلة هذه. اتوقع اني اكتشفت حل. احلى شيء انك تترك اللعبة وتاخذ فلوس، وهناك تجيك فلوس يا اخوان. من يوصل هذه المرحلة الا واحد خبره محنك في هذه الالعاب مثلي، تاخذ فلوس من اكثر من، عرفت عزيز المشاهد، في كتب، في كتب تدرسك هذا الموضوع. انا درستك اياه في لعبه، انك تخلي اكثر من مصدر دخل يجيك. ام الفلسفه حق يا ليل، ام الليل. شوفوا ما عليه، لاحظت ان تقريبا لازم احنا نسويه يعني مانوال اكثر من مره، بنحطه ب 20 وبعدين بعد 15 مرات يعطيني لفات مجانيه، فهمت؟ الحين انا ادفع 20 على كل لفه اسويها، فما حصل فائده كبيره. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذا لازم انتبه له، ابن الذين، هذا لازم انتبه له. والله يا اخوان جتني فكرة صراحة، انا وربي قربشني هذا. سكر الجراج، احنا عندنا بزنس ثاني. كل شوي بيدخل لي بالسي فور. سالفة والله. يخلي الواحد يركز. والله يا اخوان فعلا ان الواحد لأدمن المغامرة ما يقدر يوقف. يعني دخلت ب 200 دولار انا، وصلت 4000. وانا كنت اقول ابغى اوصل 1000 بعدين 2000 بعدين الحين ودي اوصل 5. هذه مصيبه المغامره، واتوقع والله العالم انها حرام بسبب هذا الشيء، ان الواحد يدمنها واخر شيء يجلس يتشحت في الشارع بعدين. المهم خلينا نطلع ونكتفي منها. هذا اسود، اتوقع انه اسود. والله ما ادري ايش اختلف، بس يلا اهم شيء الارضيه الوسخه هذه نغيرها. اوكي الارضيه حلوه صح، والله الارضيه حلوه، وما ودي اصبغها كامل كذا، خلها لونين. باقي السقف هذا مره ساده بس حلو والله، عاجبني عاجبني كذا ساده خلاص. الحين يا اخوان بما ان ضبطنا وضعنا المادي لازم نجيب اللي هو هذا كلينر. كل 3 ايام اعطيه 600، والله كثير يا اخي، والله كثير، كل 3 ايام 600 بس بيفكني من موضوع النظافه. خلينا نشوفه. فقر فقر والله. يا سلام عليك يا سلام عليك، وينك من زمان انت؟ وينك من زمان انت؟ وين القطو هذا المزعج؟ تعال تعال شيل هذا، تعال يا طيب يا طيب. طفت الكهرباء، يا سلام عليك يا سلام عليك يا اخي، كم انت رهيب كم انت رهيب. بس لازم نجيب فلوسه يا اخوان، لازم نجيب فلوسه يا اخوان. 600 كل 3 ايام، من وين لي انا؟ من وين لي؟ عندي فيه ب 600، فيه ب 500، يعني ابو 3 نجوم هذا ب 600 حليو. طلبناه وبكره نحطه ان شاء الله يا ربنا ما نفقر. تعالوا يا اخوان دام عندي 600 خلنا نرجع الى والعياذ بالله المغامره. شوف يوم جيت شغل لعبه جوني الزباين، والله اللعبه هذه يا جماعه تجذب حتى شو اسمه الزباين. هذا لازم نجلده قبل يجي اتوقع. معليش يا اخي معليش والله معليش، الفلوس يا طيبه وتدخن بعد ما شاء الله تبارك الله. ها راعي سي فور دخل. اوه اوه لا 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 لا. والله من السكس باك. تعالي 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 هنا بنت فاهم، تعالي تعالي هنا تعالي. هذا ايش يريد هذا حرامي؟ اولي شت، هذا ايش معاها؟ وين القب وين القب وين القب يا اخوان وين القب؟ دقيقة ايش هذا الطلبية اللي وصلت؟ يا شرطي يا اخوان انا انجلت، وشرطي طالع وشرطي طالع. باقي ضربة واحدة واموت. لا 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 والله لا لا والله لا. يا الشرطي يا ابن الذين، وهذا ايش اللي صار في الدنيا يا اخوان؟ وين القب وين القب؟ والله ما فاد يا اخوان ما فاد ما فاد. القب وين؟ الله يخرب بيته. كم وصلت فلوسنا يا اخوان؟ 3000. حلوة 3000 حلو. الحين الواحد يعرف ينام، الواحد يعرف يروح ينام الحين. بس خلنا نشوف هذا الاخ الفاضل. دقيقة يبا can you extend my time؟ refuse. انقلع ما في
اول مره في حياتي ارفض هذه الفلوس. راح 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 ورانا النوم. انا بنام هنا خلاص سطلت. في طلب هنا يا طيب، ممكن تعزمنا على البارتي اللي فوق؟ سوبر ماركت الهادي هذا اللي هنا. بلا واحد يتصل على عبود يا اخوان. تحسبني نسيتك انت؟ تحسبني نسيتك؟ تحسبني نسيتك؟ الفقر هذا اللي انا فيه كله بسببك. ايش هذا؟ ايوه اكتشفنا شيء جديد. معي 68. اوكي هذا اللي هو هذا يقلل الاشخاص اللي شو اسمه اللي ما يدفعون فلوس يشردون، وهذا يكثر من الاشخاص اللي يحطوا لي فلوس اذا حطيت البوكس هذاك اللي ربطتكم اياه حق الدونيشن. اوكي وهنا راح يحبونك الناس ويجون الكافيه اكثر، لكن المشكله ان لازم تفتح هذه قبلها. اوه في انا اقول ليش انجلت قبل شوي. اتلوز يو تو ثرو هاردر منش، يمكن ضعيف هذا. وهذا ايش؟ هذا يعني يخليك تضرب اقوى. وهذا هنا الدمج اللي يجيك منهم يعني هلثك يكون اكبر باختصار، الدمج يكون قليل. عرفت؟ يا سلام وينك من اول يا اخي؟ اخرتها رايت السكس باك هذاك تجلدني الحين في الكومنتات بيجلدوني الناس. يا ريتني اقدر ارجع صراحه البوينت، كان استهلكته كله في القوه. وبس يا شباب هذه كانت حلقتنا اليوم. اليوم كان متعب تعرفون، انجلت كفايه اليوم. فاتمنى نالت على اعجابكم ونشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.